فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، بديت حصتنا مع التنس والحدث اكيد تنظيم بطوله كبرى في تونس دوبل في تي ا كما معروف الاحباء. التنس باش تكون في تونس الاول مرة على كل، باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول الموضوع هذا. اش معناها البطوله هذه؟ شنو تمثل تونس؟ شنو شكون باش يكون موجود فيها من اللاعبات؟ على كل تفاصيل هذه الكل باش ناخذوها مع عند رئيسه الجامعه مدام سلمى المولهي. اهلا بك مدام سلمى. عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات اكسبريس اف ام. اول مره في تاريخ بورس المغرب ان شاء الله باش يكون تنظيم دوره كبيره ذو 250 الف دولار ان شاء الله، باش تكون في الفتره بتاع اخر جويليا. الحقيقه هذه فرصه كبيره، معناتها عطاهنا بي ان جي و دبليو في تي ا. بيان سور جيت ما عنديش جمعتين البروبوزيسيون هذيا والبروجي هذيا. دونك كيما تعرفوا مالوغوزمون الجامعه التونسيه للتنس ما عندهاش الملاعب نتاعها، والملاعب نتاع الحي الاولمبي في حاله كيما تعرفوها الكلكم حاله هشه، لازمها اون رينوفاسيون. دونك الحقيقه مشكور سيد وزير الشباب والرياضه كان قبلنا وكنا شفنا لي زيفونتواليتي بور اورغانيزي معناتها الدورة هذه، خاطر الملاعب توا ما يسمحولناش ان نجموا نظموها. دونك الحقيقة تفاهمنا معاه ومع سيتي اولمبيك في المنزه باش ان نلقاو صيغه كيفاش احنا نبداو بالترنين، نعملوا ان كونترا باش نبداو نصلحوا الحقيقه حاله الملاعب، حاله المدارج، كذلك لي فيستيير ما يسمحوش باش ينظموا دوره كيف هكا. وفي كو لا بيريود اللي باش تنظم فيها الدوره باش تكون la période de la surface rapide، donc ما نجمو نظموها كان في السيتي. وزيد المعايير اللي طالبينهم هما هو لازم ملعب كبير يهز 2500 معناتها بيرسون معناتها جمهور، وزوز مدارج فيهم 500. دونك لا سيتي سي لو سول ليو، مي مالوغوزمون ليتا نتاع السيتي اكتويلمون نو لو بيرمي با. دونك قاعدين نشوفوا البارح فهمنا باش نعملوا ان كونترا باش انها سيتي تسلمنا بوندون اون بتيت بيريود سيتي، احنا نصرفوا سافا نو كوتي 500 600 مليون باش هكاكا ان شاء الله نبداو حاضرين في شهر جويليا. وماذا بينا بيان سور سيد الوزير قال لهم معناتها لي ديسيزيون دو سوف معناتها دو لي بروندر رابيدمون، خاطر راه بو با اتوندر لو تون اللي باش نعاودوا الملاعب معناتها لو تون باش يقدوا الجرادان. الحقيقة احنا دوم شهرين نجمو معناتها نكملوهم كان الكونترا يحضر من هنا الغدوة وكل. دونك ان شاء الله احنا اوني تري بوزيتيف، واول مرة كيما قلت لك، وسي غراس او ريزولتا بيان سور دو اون، سي اوسي غراس العلاقات اللي عملناهم كي دخلت للاتحاد الدولي. تونس الحقيقه مدام انت دخلت ديريكت صوب الموضوع، حبيت نعرف من الاول الساعه كيفاش جات الفكره، معناها كنا عندنا برشا قاعدين نحضروا فيها ولا كيفاش بالضبط؟ يعطيك الصحه، هي كيف تبداو تعرفوا الجمعات في العالم الكل، الجمعات الكل ماخوذه، يعني لي كرون تورنوا دو 500000 دولار و 250000 الكل مشريين وماخوذين. شركة اي ام جي هذه اللي عندها لي تورنوا هذه اللي تنظم انديان ويل في ميامي اتسيتيرا، هي اللي الما ايمون كونتاكتي بور اورغانيزي سو تورنوا لو موان جويي. ايمون كونتاكتي عندهم توا ثلاثة جمعات، وكانوا زاد قبل ما يكلموني انا كلموا انس، قالوا لها راهو نحنا ماذا بينا ننظموا دورة كبيرة في بلادكم في تون معناتها بيرفورمانس تون كلاسمون. وهي قالت لهم بيان سور شوفوا مع رئيس الجامعة. دونك حكينا على الموارد خاطر الدوره هذه باش تتكلف بيان سور، قلت لهم جو سوي بريت ا دي ديبونس هذوما و جو سوي بريت ا لورغانيزي. انا من الاول خممت في نادي التنس بتونس خاطر ديجا حاضر الانفراستركتور حاضره باش نعملوا غادي. مي كي عاودت حكيت معاهم حكيت معاهم لازمها في سورفاس رابيد. كي لازمها في سورفاس رابيد بعد ديريكتومون مراسله سلطه الاشراف اللي انا ما تعرف اسلام في كل مداخله معاكم عندي اكثر من خمسة سنين نجري باش اني ناخذ ملاعب خاصه للاتحاد، خاطر انا عارفه اللي باش يجي نهار كي اليوم يجيوك في فتره هكا 5 6 موا يقولوا لك عندك جمعه، خاطر التنس الجمعات كل ماخوذه وانت تفهم انا وكنت ما تواكب في الدورات معنا. دونك انا مالوغوزمون اخرتها عندي ثلاثه اشهر اربع اشهر، يا ناس اعطيوني سيتي اون بي بي بي، يا ناس اعطيوني ارض، عندي ثلاثه اربع سنين وصلت مشيت للزهره وصلت مشيت بارتو مشيت للمرسى. دونك دوكو اليوم الفرصه جات،
يا فيس عن سهلو اني انا ناخو بيان سور مش ان بي 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 تاو باش نلقاو صيغه وقتيه يعني في استغلال الملاعب الحقيقه باش نصرف انا باش نعاود الجرادان الكل جو في فير اون رينوفاسيون كوش وحده براتيكمون لي تيران لي فيستير ما نحكيلكش اي بي لا بوفيت وقتها تولي فريمون قبل ما يجيو يعملوا انسبكسيون على لي تيران. البارح صار الاجتماع سي كمال اللي تي تري موتيفي و ديزا بوستي باش انهم فاسيلمون فيسا نعملوا هالاتفاقيه هذيا لازمها تصير من هنا لاخر الجمعه ماكسيموم ديبي سومان باش انا بيان سور خلي فوار لي زيكسبير دون شاك دومين بور فوار او نيفو دو لانفراستركتور اي كومونسي مي ترافو بيان سور في اقرب وقت باش نبداو حاضرين في اخر جويليه ان شاء الله. دونك مصروف كبير المعطل الجامعة باش تكافل بكل شيء كي تم دعم من الوزارة ولا ليه ما حكيتوش فيه الموضوع؟ ليه والله الحقيقة توا البلاد تتعادى بظروف صعبة احنا الحقيقة الجملة ذي نسمعها كان فيها علاقة بالسبور. والله انا جبت الموارد متاعي وتعبت عليهم بالعلاقات بتنظيم الدورات على اساس ناخذ الملاعب نرننهم وننظم دورة جاتني الدورة هذه جو فيغي تو بور لورغانيزي اليوم بطلة توب 10 عاشرة عالميا سي غرانديوز بور اون بيت ناسيون دونك ظهر لي اليوم فرصتنا باش انا نختنم الفرصة هذه اشعاع للبلاد اشعاع من كل النواحي وانت تعرف هذايا فوزالي فوار لي ميديا باش يجيوك جوارات كبار تنجم تجيك ويليامز يجيوك انت قلت لك نجيب صحابي الكل لي توب 50 توب 20 توب 10 هذا السؤال التالي كان شكون النجم نشوفوا نجمات عالميات باش يكونوا في تونس ان شاء الله قلت لي ويليامز تنجم تلقاهم اصحاب انس الكل اللي في التوب 10 لي كرون جوز الكل يستناو وقتاش يجيو تونس دابخي انس وعدت معناتها وعدتهم ان كي باش تنظم الدوره تري بيانتو اي فون فونير دونك ديجا اي ام جي هي لا في دي كونت ال في دي كونترا افيك دي جوز كلاسي دون لي توب 30 معناتها تتشوف وسافا باش تكون لاول مره هذاك عليه لازم تظافر الجهود اليد في اليد مش الجامعه التونسيه وحدها سي فغي اكتويلمون معنا سلطه الاشراف الناس الكل هذايا سي ان بروجي دو غوفيرنمون مشكوره زاده معناتها رئيس الحكومه كانت قابلت مع انس و الي تري تري موتيفي وهي زاده قاعده ديسينا وقاعده معناتها الي ان تران دو تو فير بور كو سو تورنوا بيس اورغانيزي سي فغي سي اون كيستيون دو تان الله غالب ما عندناش بنيه تحتيه ان شاء الله انا عندي ثقه لكل شيء باش تعمل فيسا نبدا نقدو التيرانات مدام تشالنج كبير حطيتو ديفي كبير بطوله بالحج معناتها هذا قلت لي لاعبات عالميات باش يكونوا في تونس لمده قصيره ما نعرفش نتصور فما تحضيرات كبيره على المستوى اللوجستي خاصه الوتله الامن الحكايات من نوع هذوما مو سهل نتصور فبديت بديتو من توا نتصور الخدمه والله باش نبدا واضحه معاك انا اليوم ما نجمش نبدا هذا الكل من توا وانا ما عنديش بنيه تحتيه حاضره باش نبدا انا واضحه هما باين معايا بزلو باش يستناوني معناتها انكور 10 جور اكزاكتومون بور دير كو سا يي اون ا كومونسي لي ترافو بدينا ما يستاهلها ما نحبش نضيع الفرصه هذه كونترا باش نعملوا معاهم يام جي 3 سنين سنين وعام الجاي والعام اللي بعده انس لعبت دور كبير وكبير جدا انس كانت كلمتهم الناس الكل وقالت لهم تنظيم دوره نتمنوا المستشارين يكونوا موجودين ديجا عندي هنا زوز ولا ثلاثة مستشارين واعدين باش يعاونونا في الدورة هذه بيان سور اليوم ربحين وإلا خاسرين ماهيش هو السؤال اليوم لازم للبطلة نتاعنا السفير تونس أنس لازمها الدورة هذه الفرصة جات مالوغوزمون أنا با دانفراستركتور نعاودها مرتين وثلاثة على خاطر سنين وانا نجري سنين وارجعوا توت لي ديكلاراسيون كو جي فيت ريفوني اون اركير تو لي بوا عارفه النهار هذا باش يصير لكن اليوم كي نرى معناتها لا فولونتي دو سيد الوزير ولا فولونتي نتاع غوفرنمون دونك جو نبو كو اتر بوزيتيف سي كيستيون دو بتيت سيناتور كي فون فير معناتها في سا جو لاسبير اي بوي نبداو في ترنين نبداو في ترنين الملاعب وقدين الملاعب. نقطة استفهام الحق الانفراستركتور في تونس خاصة حتى ملاعب الفوت معناها تو انت تعرف كان عندنا ملعب رادس فقط باش يحتضن مقابلات السي اس اس ليتوال في كاس الكاف مع باش يكونوا في تونس في ثلاثة ليسبيرونس يعني معناتها برشا ضغط عليه باش يكون في الثلاثة ايام هذوما ارادة الدولة تغالي ماهيش في البنية التحتية وماهيش في الرياضة كما حكينا حتى في وقت سابق مثلا. والله العظيم انا يظهر سلام دخلت معك برشا مرات انا كي كنت نقابل في المسؤولين كي كنت نحكي اليوم شنو المشكله شنو المشكله كان باش ندخلوا بي 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 كان باش تصحوا لنا كان باش تعطيونا دوبي دي زاني تدخل يقول لك اي بعد يقول لك لا
من بعد يجيوك جماعة السيتي يجيو يحسبوها يقول لك باه أخويا قلت لكم أعطيني أرض جبت موارد، اليوم تعبت وخدمت وجبت موارد باش نخلي بنية تحتية لك الصغيرات وشكون راجع؟ راجع للدولة أخي أنا شكوني؟ أنا جامعة تونسية للتنس. ماكش باش تروح بها تبني بها دارك. يعني افيك اون بون استراتيجي اون ابيو رامني دو لارجون واليوم ماناش باش نخلطوا اللي عملته تونس اليوم وعملته جامعة تونسية للتنس أنس بالتصنيف 10 ماهوش غدوة باش نجيب واحدة أخرى مصنفة 10 إنو فو بوتيت 5 10 أن بور أفواغ أون جوويز توب 10 دونك أجوردي راهو لي كروند ناسيون كونتيجون عندهم لعبة حتى 20 الكلهم يتجندوا كي كنت نحكي إذا تنحى هذا جاي إذا تنحى هذا جاي الحقيقة توا مع سي كمال إلا أون بون بون فولونتي أسكو معناتها سيتي ماهيش معناتها تابعة لجماعة الحي الأولمبي الحي الأولمبي يقول لك السيرة هذي تجي والسيرة هذي ما تجيش اليوم يفو اون ديسيزيون من فوق اليوم خلي سايب تيرانيه تعطيهم شي قدو ما نعرفش البارح خرجنا بالحل هذايا مي انا خايفه خايفه على الوقت معناتها خايفه على الوقت حبيت في الباتو قلت قالت لي ما يجيك حد سي با لا بيريود تاع الباتو من بعد ويمبلدون الكل يبداو دور يطلعوا لامريكا ماك تعرف التنس دي بيريود انت تفهم معنا اسمان بيان سور بون انا جوسكا لا جو سوي معناتها اوبتيميست مي ان شاء الله ما نتعطلوش فك الاوراق وصحح واعمل والاخر يهبط وكي تهبط والاخرى تطلع خاطر اليوم الفرص في الحياه راهو تجي مره كان ما اغتنمناهاش راهو ما نعرفش اذكر انهم باش يعاودوا يعطيها لي بيريود اخرى ما فماش حبيت قلت ناخذ وقت ما فماش توت لي سيمين سان بريز اكتويلمون معناتها سي براتيكمون امبوسيبل دوتاسيون هذه معناتها تحب دوتاسيون اقل 75 تاخذها حتى غدوه ما احنا انت لازمها دورات 250 والا 500 500 بوكو دو هو الديفي مدام العباد لازم تفهم معناتها قيمه البطوله هذه حتى لتسويق صوره تونس معناها احباء التنس في العالم الكل معناتها بتصب انظارهم تجاه تونس في الجمعه في الجمعه هذيك دونك ظهر لي حتى لازم تكون حتى الى الدوري بمثابه تقريبا كوب دافريك والا ما نعرفش بطوله كبيره باش تحتفظ تونس في الفوت خاطر العباد ديما تفهم تحب تقارن مع الفوت معناها احباء التنس في العالم الكل باش تنصب انظارهم على تونس ظهر لي فماش حتى حاجه باش تسوق بها صوره تونس حتى خير من اكثر من كومباني سياحه والا برشا حاجات من النوع هذا نقول لك حاجه هذه اكثر حاجه تجم تسوق صوره تونس في الفتره هذه اللي تونس حاشتها تسوق صورتها وحاشتها بالاشعاع وحاشتها بكل شيء اليوم راهو نحكيوش على جامعه تونس للتنس راهو نحكيوش على وزاره الشباب والرياضه نحكيو على تونس تونس باش تنظم دوره ذو 250 الف دولار اليوم تقول لي بلادي تمر بظروف صعبه ما عنديش فلوس انا معاك قلت لك انا كجامعه اللي الموارد اللي عندنا مستعدين ان نحطوهم وقلناه لهم لا بروف اوني باش نبداو احنا رانو نعرف اللي دوله ما عنديش فلوس باش ترن الملاعب جماعه السيتي منين عندهم شي يعاودوا هما الملاعب احنا دوبي دي زاني نعرفو ما عندهمش فلوس قلنا لهم عطينا بي 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 نحينا ذاك قديم ثلاث اربع سنين توا اكتوالمون الكلنا لازم نجندو ما عادش نسالوا علاش هذيك وكيفاش هذيك وزعما عندي الكلنا يد في اليد باش ننظموا الدوره وعندي ثقه كذلك في المستشارين اليوم كي يجيوك لي كراند شان دو تيلي اليوم كي يجيك ويليامز ولا باش تجيك معناتها اي لعبه مصنفه في العشره الاوائل يظهر لي اي سبونسور اكبر فيزيبيليتي باش ياخذها وبلادنا لي روتومبي ايكونوميك توريستيك في فتره جويليا في الصيف معناتها انا الحقيقه ما عادش نحب معناتها جو مي ستريس بوكو سور سا ستيب باي ستيب كيما يقولوا خطوه بالخطوه اليوم بعثنا المراسله للحي الاولمبي وسيد حباب سيد وزير على الصيغه الكونترا يجي نتفاهموا نبداو نقدوا في التيرانات جيسبيغ اللي كيما قلت لك ما نتعطلوش البيرو تيب في الاوراق ومد منا ورجع منا راهو الوقت بالسكوندا معناتها غوزمون لارجون اللي لا غوزمون يوغا دي فاسيليتي خاطر الجامعه هي اللي باش تعاود كل شيء وان شاء الله وكا وهذه صوره تونس هذه الانس لازمها دوره في بلادها جيتنا بعلاقاتها هي بعلاقاتنا نحن الصغيرة احنا ما احنا حتى شيء قدام علاقاتها هي وقدام حب الناس لها حب الناس البرة معناتها جو دير لي غراند سوسيتي والا زي اي ام جي سي اون سوسيتي معناتها اللي تشري جمعات الكل دونك الحقيقة انا معناتها نتمنى اللي الحلم يتحقق بتضافر الجهود راهو جامعة تونسية وحدها
ça va être très très difficile pour qu'on puisse arriver les nizrbu kolna ma ba'dna surtout tout ce qui est ouraq ou kol chay ahna wa'idin li ahna bach on va prendre en charge ma'nata le financement total avec nos sponsors يظهر لي ما اكثرش من هكا معناتها يعطيك الصحة شكرا لك مدام سلمى بالتوفيق ان شاء الله كانت هذه معنا مدام سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس كنا حكينا على الدورة الكبيرة باش تنظمها تونس في الايامات القادمة سهيلة في الاخبار بعد مواصلين في البلاي حتى الاربعاء